نهار العيد. ميرسي. دي سيرتيس. بونجور. بونجور. عليها شوي. بي مثل قاعد على راس الشجره ومثل الأرقدون. استاذ قديشك مهضوم؟ قديشك مهضوم؟ قولي. ولك شاعر وسائل ابيس وشي. شفتي لك شعاب قريت لي الدم؟ ابدا. نصاب؟ ابدا. محتال؟ ويوي كلب كلبون كلبونو كلبونيتو كلبونينو سليبين هاي واش الوا بعد في شي وحده لا كونجيكي فيرب سوبجونكتيف سوبجونكتيف او سوبجونكتيف بريزون يا اهلين بيانفينو يلا كوجو كوجو يلا كوجو تام كوجو تام كوجو تام طيب فيرب اللي بالباسي كومبوز يلا اللي Ça, c'est l'impératif. L'impératif. Impératif, allez, l'amour. 10 sur 10, c'est bien. 10 sur 10, Ça fait un rapport à 10 sur 10, je suis pas d'accord. 10 sur 10, 20 sur 20, 30 sur 30. طبعا طيب. انا يعني كثير صبري طويل ميشيل قديش تقريبا طول تتذكر تتذكر حفله مصر بتوعنا ايه معلوم انت عم بتشين هيك ايه باردون خلاص شو عيب 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 بدك تعرف شو عم بعمل كيف؟ ما في غير لون يعني لسه ما تنطلع هلا بده يقضيهم غامدي منك لا عم تقول كذا لوحه زيتيه عم من زيت يعني بتعرف الشيب عادة شو بحطوا ليش؟ ليزحطوا عليه اها زحي وهي رح تنشال بالمونتاج اكيد هلا سألوا عليه بس يتسأل عليكم ايه اكيد بس هو شو صار المختار نعم غلط يعني سمع خطا او شيء ايه صارت مرمر مرمل على الهويه طول الريه طلعت لامة ما بضطر اوقع يعني مثلا اي شيء له طابع رسمي باسبور هويه باسم مرمر على البرنامج المقالات كله بالاسم حسب المسجل رسميا بس تصديق لكلامه هي مرمر بالراي يعني مرمر مرمر لا انا مثلا كنت دائما يصير في لغط بالامتحانات الرسميه او بالجامعه لانه دائما منى ابو حمراء لا والابو لا والابو علوان اليوم ظابطه على اللون قول ظابط ما هو عم بنكت هلا بس مش مهضومين عم بيطلعوا منه لا كثير سائلين سائلين دائما اكتب منى ابو علوان وما يلاقوا الاسم عندهم على الكمبيوترز لانه المختار كمان خطر له يكتب بو علوان لانه المختار بقول بو ما بقول ابو ايه بقول بو ايه حسب ما هو بيلفظها يعني طالع انفجار حده كمان بو من وقتها قرع له راسه اليوم خلص خلص كثير خلص قديش هدول الغميستين الهم فضل بمحبه مهضومين ولا مش مهضومين بس ليضحك شو قديش الهم قديش الهم والله حتى الكاميرا يا شباب شو كاميرامان عم بقول كثير حلوين كثير حلوين غسان طلع منك الكومبليمون لإلك ما عم شوف لك وجهك الا شوف مين على الكاميرا شفت يعني مش بس الحضور حتى الكاميرامانية عم الشباب عم بيتغزلوا أغلبية الشباب عم بيتغزلوا فيك محبة يعني. الناس مش مش شو الوضع اليوم مثلين يعني الحلقه اخذي منحه كثير خطيه على ميشيل اذا كفت هيك في مشكله على ميشيل بس هو المشموس بالحلقه شوفي كيف ما علقت ما كان لازم تقول له اذا من الاول تعبوا اعصابك كيف هلا هي ما بدي علي ولا تركي قاعد عاقل انت بتحرك شفيه لميشيل مستغرب بدي اضحك هلا لا عملك عملك عم خذي راحتك خذي راحتك دائما هيك بجرسك في وقت في وقت اوكي
اوكي انتزع بحياته. غاندي هالمعرض بيتضمن 50 سألك ما قادرة أقول زيتية. قولي غير لون. بنية. 50 لوحة بنية. ما تتعاطى معي. خلص. هلا بلشنا بالتسجيل؟ لا يلا شو سألتي لها؟ عم بيقول لك اعطيه التوب مع بس عالم بيوتها ما بيعرفوا انه نحن تعبنا، اوكي؟ سيلاف بليز ستاند باي. نكتب لهم تحت على الشاشة تعبنا. هاي تعبانة واخر الموسم ما ضحكني خلص. شو إذا آخر الموسم شو يعني؟ يعني كل ستريس بيطلع على الليلة هلأ بنضحك. مثل الغنية بعرسها ب ب بعرسنا يعني. كنت بعرسها أنت؟ أنا مرحت على العرس بس بعت الغنية. عزمتك؟ حلو حلو يعني الحب بالإجمال بالحياة كله حلو. أحلى شيء بالحياة. ما في حياة بدون حب يا سلمى. ما في أبداً. فتحتي باب الغنى خليه يا ريت سمعنا شيء. شو يا باسم؟ يا باسم شو يا ملحم؟ شو بدنا نسمعكم؟ جوات قلبي تسكني تماني عمري تزيقني بحبك أنا قد الدني قد الدني الما إلها من دونك سبب. الله حلو. هذا غنية عم يقول لي اياها. ثمانية اسمع الصغير. ثمانية مرتي. اسمع الصغير. نجوى طيب شو رأيك هلا؟ نعتبر إنه ميشيل هو المشترك مشترك ويطلع يعمل لنا شيء هيك شيء شاطر شيء شو؟ أنت شو برأيك معقول؟ شو شا... يا شاطر شو بتعرف تعمل؟ أنا أنا شاطر أكثر شيء ساكس تو مش للبرنامج هيدا ساكسوفون ساكسوفون عم ساكسوفون خلص عن جد طلعوا لبرا ميشيل؟ لا شاطر بالساكسوفون ميشيل بدك تطلع لفوق شو بتقترح عليه؟ نجوى كرم غني لنا شي غنية ولا بغني؟ بحس انه صوتك هيك جهوري يعني ايه عنده فويس اوفر بيعمل فويس اوفر جهوري يعني. وعريض وعويناتك حمر حلوين شبيكي لبيكي انا عبدك بين ايديكي قلنا لك ما تخوفنا قلنا لك غني لنا غنية اطلع لفوق وغني لنا غنية عن جد اعتبر اعتبر حالك مطروب يا مساء الخير شو الاسم الكريم؟ ميشيل ابو سليمان شو حابب تعمل ميشيل اليوم؟ قد ايه عمرك بدك تسالي؟ قد ايه عمرك؟ 22 ما مبين عليك اسم الله لا هي صبغه انا شو صابغ بدك شو بدك تقدم لنا اليوم؟ صابغ رباعي شو بدك تقدم لنا يا حلو؟ بدنا نقدم فشخه لقدام وغني غنيه لمين؟ عبد الحليم حافظ غني لنا شيء لعبد الحليم حافظ بس اعطينا صوت حلو اوكي جاي معك الماما والبابا؟ لا بتدلنا على حدا مين بالصاله ماما الماما والبابا انتحروا بس سمعوا صوت قدامنا مستقبل طول بالك سمعنا شيء اذا بتريد تفضل اعطينا احسن ما عندك ميشيل ملبك عقدامي ايه اذا بدك تقوم تشجعي تدقي له على ظهره بركي لا بتدشه لانه ايكي تفضل ميش فاتت فاتت جنبنا فاتت جنبنا انا وهو انا وهو يا را 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 علي يا را را وين باظ يا علي الإكس كمان بدك عندك الإكس هاي هاي تبع هاي البرنامج هيدي وين تبع برنامجك ضاعت ضيعتها في شي بيعملوا ايوه هيدي اول زمور حبيبي لا هو في 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 كاميون وراي بده يمرق زقفوا له لميشيل